لقيت الطبطبة. خذ يالا انت راح من دعلا عبد الكيدي. طبطبت ايه؟ طبطبت هالي. طب خذ يالا صلان الرقم. رقم ايه؟ يد الرقم يالا. يدي انا رقم البنت اللي على اول الشارع. ايوه حبيبي. طب انت عايزنا هو نزرو 10 ولا نزرو 15؟ طب نزرو 10 ولا نزرو 15؟ ايه ما تجيش انا اخش هنا. واحدة سودة وواحدة بيضة. انا هرمي لك حلاوه بس انا ليا حلاوه ده دوم ريال وما جاي انا اكل عشان اجيب الحلاوه. لو انت ما ادتنيش حلاوه انا مش هرمي لك عليها وافتحها في الشارع كله. الحمد لله اللي على اول الشارع. حد حاف يمشي عربيه؟ ايوه ما هو كده يعتبر شيخ. ده بيحب يبقى شيخ ازاي؟ يا ابني حد يالا في الشارع مين حاجه اللي احنا نحب يعني. ولا جاي اسأل الناس هيقول لك كل انسان ده هو ان يعشقها ما يتمناه. بس ما يجيبليش احنا عملنا الفيديو دي ليه؟ استنى بس يا استاذ. عملنا الفيديو بتاع النهارده دي ليه؟ عشان نوجه رساله لمين؟ للجمهور. اللي انت ما تكونش راجل حافظ القران وراجل دماغك في اهل العلم وتتوجه الى بنات الشارع. ايه يعني انت ما انا معايا ارقام بس ما ينفعش اطلعها قدام الجمهور؟ لا بس بيقول لك شيخ بكل ادب واحترام يروح يخطب على طول بيحب ويعمل دي كلام الشباب. هو الحب اسمع. ايوه الحب هو نفسي. ايوه يا عم انا حبيت اقول مين يا احمد يا جمال؟ انا حبيت اسمع الشباب. لا احنا جايبين حد يبقى ولا ايه؟ انا هفضحك في الشارع كله. اهم حاجه سيبك من المواد كله. هفضحك لو ما ادتنيش حلاوه. اديك حلاوه انت بكلها اهم حاجه اعرف عدد المسلمين الذي يشاركون في هذا الفيديو. وسلام من الله عليكم.